بوالدة الإله وأم النور بالتسابح نكرم معظمين. إن مريم المجدلية تقدمت مسرعة إلى القبر فنظرت المخلص فسألته كأنه البستان. إن ملكا لامعا هتفا نحو النسوة اكففنا من الدموع لأن المسيح قد قام. لما رقدت أقمت المائتين منذ الدهر وأيقظتهم زائرا ملوكيا مثل أسد من يهوذا. إن المسيح قد قام وداس الموت وأنهض المائتين فيا شعوب ابتهج. اليوم السيد حطم الجحيم وأنهض المقيدين الذين كان استولى عليهم بشدة منذ الدهر. عظم يا نفس الذي تألم طوعا وغبر وقام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك. افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية بتراب القيامة ولدك. عظيم يا نفس المسيح معطي الحياة من القبر في اليوم الثالث. استنير استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك. افرح الآن وتهلل يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية فطرة بالقيامة ولدك. المسيح فصح جديد وذبيحة حية حمل الله الرفيع خطيئة العالم. يا ما أشرف يا ما أخر يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا بأنك تكون معنا إلى إنجاز الدهر الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين. اليوم الخليقة أجمع تبتهج وتفرح لأن المسيح قد قام والجحيم قد سمي. يا ما أشرف يا ما أحب يا ما ألذ نغمتك أيها المسيح لأنك قد وعدتنا وعدا صادقا أنك تكون معنا إلى إنجاز الدهر الذي نحن المؤمنين نعتصم به كمرساة لرجائنا فنبتهج متهللين. المجد للأب والابن والروح القدوس. عظم يا نفسي عزة اللاهوت مثلث الأقاليم غير المنقسم أيها المسيح فصح
الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته. أنعم علينا بأن نساهمك بأوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرق أبدا. الآن كل وال وإلى دهر الدائرين آمين. افرحي أيتها البتول افرحي افرحي يا مباركة افرحي يا ممجدة لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. أيها المسيح الفصح الأجل الأمثل يا حكمة الله وكلمته وقوته. أنعم علينا بأن نساهمك بأوفر حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرق أبدا. إن الملك تفوّى نحو المنعم عليها أيتها ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى.